زي ما بنتكلم الفرق الكبيره دايما عندها اهداف واهداف واضحه. يمكن من الاهداف الكبيره اكيد البريمير ليج والشام ليج، لكن من الاهداف الفرعيه كمان كاس كبيره او لقب كبير زي كاس رابطه الانديه المحترفه. مظبوط، يعني اللقب هو لقب يعني مهم جدا بالنسبه له، مهم كمان كعوائد، مش بس قيمه الجائزه. قيمه الجائزه مش قيمه كبيره، لكن بيعود بعد كده في نهايه الموسم عوائد البث او غيره. فالاثنين بالنسبه لهم ده دافع مهم جدا كمان للمنافسه على الدوري. ده دافع ليفربول خلاص المنافسه مع مانشستر سيتي عادت مره ثانيه، يمكن بقى الفرق ست نقاط، فلو فاز المباراه يوم الاحد هيبقى 3 نقاط بس. هنتكلم على النقطه دي كمان لانها نقطه مهمه جدا. على المستوى الفني الاثنين قدموا مباراه كبيره جدا. يعني كان انا الاثنين قدموا مباراه كبيره، وانت شفت المباراه، شايف ايه الفروقات اللي ادت لفوز ليفربول؟ المباراه كانت سجال، كان حتى كان في بدايه المباراه كان استحواذ اكتر شويه من تشيلسي، فرص ضايعه كتير، ولكن عوده ليفربول من خلال المباراه كان في ما تعرفش مين اللي هيكسب. عايز اعرف منك، هل بعض الناس بتقول الخطا اللي حصل ان تغيير حارس المرمى مندي قبل نهايه اللقاء او نهايه الوقت الاصلي من الوقت الاضافي بدقائق كان سبب واضح في خساره اللقب؟ مظبوط، انا في وجهه نظري ان ده كان خطا كبير جدا لتوخيل لسبب اساسي، ان مندي كمان حارس جيد جدا في ضربات الجزاء، بس غير انه حارس جيد في ضربات الجزاء، مندي انقذ تشيلسي على مدار ال 120 دقيقه من اهداف خطيره جدا. يمكن قبل ما يطلع بوقت قليل في ضربه راس الفان دايك صعبه جدا حارس يجيبها، فبالتالي هو الدافع المعنوي كمان عنده كحارس وموجود في المباراه دافع كبير جدا. فانا ليه اخسر تغيير بنزول كيبا؟ لو احنا رجعنا كمان لاحصائيات كيبا او مندي، لا مندي افضل من كيبا كمان في ضربات الجزاء، فما كانش التغيير نفسه ما كانش مفهوم كمان. يعني بعيدا عن ان كيبا اضاع ضربه الجزاء الاخيره، هو اتلعب عليه 11 ركله ترجيح ما راحش او ما صدش تقريبا ولا ركله، فبالتالي انت التغيير تم بناء عليه، عكس مندي كان جاهز اكتر وكان عنده دافع اكبر للفوز. يعني طب بس بنشكر على التغيير. ثانيه الناس كانت بتتكلم، هم الناس بتقول كده، بيقول لك لكن لو فعلا كان في توفيق شويه وقدر كيبا ينقذ ضربتين او ثلاثه وفاز تشيلسي، فكان كل الناس هتهلل وتقول توخيل العبقري وهو ده التغيير الصح. فانت شايف انهي الكفه اميل منطقيا؟ هل يستمر مندي، وخاصه زي ما انت بتقول مندي افضل لاعب في المباراه خلال المباراه، انقاذات رائعه فرجليه في الملعب وحاسس رتم الماتش، غير لما يعني حارس مرمى ينزل لسه ما خدش الاجواء بشكل كبير. يعني مظبوط، انا ما اعتقدش ان كان السبب نزول كيبا فني، انا اعتقد قد يكون توخيل بيتفائل بكيبا، يمكن لانه قبل كده اكتر من مره حصل تغيير شبيه بده، يمكن كان في كمان خلاف كبير مع ساري بخصوص ضربات جزاء، هو صد ركلات ترجيح، ممكن ده السبب. لكن لو بمص فنيا فعلى مستوى حراسه المرمى او مستوى ركلات الترجيح، لا افضل طبعا مندي. يعني هنروح بعيد ليه؟ يعني هو صحيح ضدنا، يعني خساره مصر امام السنغال في نهائي بطوله افريقيا، مندي البطل في النهائي، يعني مندي تصدى لركلتين ترجيح وفازت السنغال، فاذا عنده يعني هو كمان جيد جدا في ده، وكمان معنويا افضل. فالتغيير هنا ما بيكونش ليه معنى، حتى لو نزل كيبا وتصدى لركله الترجيح وكان سبب فوز تشيلسي، بس في النهايه كأرقام وكمنطقية لا مش منطقي. كان يقدر يستفيد بالتغيير ده في نزول لعيبه تانية على مستوى اللاعبين الملعب. بالظبط، على مستوى الملعب كان يقدر، لانه كان محتاج كمان ده. لو فنيا على مستوى المباراة، الربع ساعة الأخير من المباراة كان ليفربول متراجع جدا، خلاص ليفربول كان فقط. ده رأيك وده رأيي.